TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan di jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tulab wal muallimin wa syukran aidan li ida'atil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2021. Dan wa al-yawm inana khalaqa khasah tasri' SPM ومعنا اليوم في معلمة ممتازة وقبل أن نبدأ هيا ننظر إلى شخصية ضيوفنا اليوم جم kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Ahlan wa sahlan, indana fi studio Ustazah Aina Sabariah Mat Isa. Ahlan wa sahlan ya Ustazah. Kaifa haluki ya Ustazah? Ahlan bik ya Ibnu Aiman. Masya Allah. Alhamdulillah, bikhair. Syukran jazilan ya Ustazah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Ya Ustazah, ma mawdu' alladhi sanadrusu al-yawm? Al-yawm insyaAllah, sanuhawil an nata'ammal ila استراتيجيات الفعالة لإجابة الأسئلة للغة العربية الشهادة الثانوية العامة ماليزيا SPM. ما شاء الله. هل هذا المادة لازم لكل طلاب؟ لا يا ابني، إنه إنها مادة اختيارية. إلكتيف. Okey, jadi madah ini adalah satu madah ikhtiari, elektif ya Ustazah. Ya, ikhtiari. Baik, kepada para penonton, pada hari ini Ustazah akan berkongsi kepada kita bagaimana katib untuk kita menjawab soalan dari mata pelajaran Bahasa Arab. Baik Ustazah, untuk segmen kali ini, apakah yang akan Ustazah kongsikan? InsyaAllah, kama kultu sabiqan, nurakis ala al-istrategiyat الفعالة في امتلاك الدرجات الممتازة للورقة اللغة العربية شهادة ثانوية العامة الماليزية SPM 2361.1 كرتاس باس عرب SPM 2361/1 ونرى إلى الاستراتيجيات، إلى التقنيات، إلى الكيفيات، إلى الطرق، كيف سنحل الأسئلة وكيف سنحصل على الأجوبة الممتازة والكاملة في الامتحان. والدرجة 100%. 100%. ما شاء الله. أكيد. وهذه الورقة يا أيمن تحتوي على ثلاثة أقسام. القسم الأول 30 درجة تحتوي على السؤال أليف باء وجيم، وقسم باء القسم الثاني تحتوي على قطعة المطالعة والأسئلة المتعلقة بالقطعة من أليف باء جيم دال هاء إلى زي، وقسم جيم هذا قسم الذي يخيف الطلبة جميعا. إني باقيين يا منكوتكان belajar insyaallah بعد التفرج على هذه الحلقه selepas tonton siri ini dah tak takut lagi ya la nakhaf abada wa بالنسبه للاستاذه في هذا اليوم استاذه اركز على قسم الف وقسم باء وقسم الف ستحصلون على 30 درجه 30 saja markahnya ya السؤال عن النحو والصرف والتراكيب اللغويه وكذلك التكوين الجمل والسؤال عن الصرف هاتي مثالا ثم قسم باء قسم باء أحبائي الطلبة سيعطيكم 35 درجة فقط من حيث أنها تكمن المطالعة وتكمن الأسئلة استيعابية عن المطالعة أستاذة أترجم إلى الماليزيا قسم باء مطالعة
dan soalan-soalan berkaitan mutala'ah. Al-tarjama laysat haram, innama huwa li yusa'idu au li nusa'id tulabana al-a'izza. Wa qism jim, na'am, la urakis ala hadha qism. Ustazah tak sentuh qism ni ya. هذا اليوم لأن هناك الأستاذة أخرى ستركز على قسم جيم أليف الإنشاء الموجه والإنشاء الحر أو المفتوح. طيب ولنرى قليلا إلى قسم أليف. يمكن عندنا سؤال يا أستاذة. نعم. وبين قسم أليف قسم با وقسم جيم أي القسم أسهل يا أستاذة؟ أعتقد أنك ستسأل أي قسم أصعب. كل شيء سهل بالنسبة لمن الذي يدرس بالجد والاجتهاد. طيب أسهل قسم أعتقد أن هذا القسم وهذا القسم. أسهل شيء لأن هذا القسم تعطي أو يعطي طلبة 30 درجة وقسم باء يعطي 35 درجة. وإذا نزيد 30 و35 أصبحت كم؟ ولكن أستاذة لماذا قسم جيم طلاب خائف لهذا القسم؟ والله يا ابن العزيز نحن لسنا عربي. نحن أعجمي. إذا ليس عندنا فرصة لنمارس كتابة عربية بطريقة استمرارية. إذا ليست نخاف، لا نخاف من هذا القسم، وإنما نحاول ونحاول ونحاول إن شاء الله. وندخل إلى هذه الشاشة في السؤال الأول. السؤال الأول من قسم الأول، هناك المصطلحات المهمة استلاح بنتين التي يجب على الطلاب التركيز عليها. أولا المصطلحات مثل حول، بدل، خاطب، وجه، والصحي. نحن نضع الخط على هذه المصطلحات. طيب وقسم باء المصطلحات، أو نحن نقول ماذا نقول؟ قول وظيفي. كاتتوغاس. كون جملا أو استعمل التراكيب. هذه هي المصطلحات الخاصة لقسم أليف وقسم باء لقسم الأليف. قسم أليف قسم باء لقسم الأليف. طيب وقسم جيم، السؤال جيم إني أيمن يعني إني بون كيلو جوغا. هذا السؤال دائما يقتل درجات سلالو بونو ماركة درجة. هاتي مثالا ثم ضعه في جمل مفيدة. لنا دو هناك نقطتان مهمتان، دو بكارة بنتين، مثال ثم وضعه في الجمل المفيدة. وفيما يلي إن شاء الله سنرى التقنيات والكيفيات للحصول على الدرجات الكاملة لهذا القسم. ممكن نستريح قليلا يا أستاذة. نعم. وطلاب ابقوا معنا في هذا برنامج طريق إلى النجاح SPM 2021. Kita berehat seketika. Kita nak belajar daripada Ustazah teknik bagaimana kisim alif, yang mana kisim alif ni mempunyai 30 markah Ustazah. Baik, apa yang Ustazah boleh kongsikan kepada murid-murid di rumah sana? Silakan. Syukran Aiman. طيب السؤال الأول لقسم الأول، السؤال الأول إما أن يكون حول أو بدل أو صحي. استمعوا جيدا، إما أن يكون حول أو بدل أو صحي أو خاطب إلى وما أشبه ذلك. ونضع الخط في المصطلحات في السؤال حول، ثم حول العبارات الآتية إلى جماعة الذكور مع تغيير ما يلزم. إلى جماعة الذكور، نضع الخط في كلمة جماعة الذكور لأننا سنقوم بتصريف الاسم والفعل. طيب أعطيكم مثلا، إن المهندس لم يهمل العمل. لاحظوا معي هناك فقط
اثنين أو اثنتين من الكلمات التي لابد أن نقوم بتغييرها. هذه دو ساجر perkataan yang kita akan ubah. طيب أولا المهندس لأنه الاسم إن ثم لم يهمل المهندس أول شيء أو أول عملية بداية عملية نقوم بتصريف المهندس حسب السؤال. السؤال يطلب جماعة الذكور جماعة الذكور إذا نقوم بتصريف المهندس. المهندس مفرد مذكر مثنى مذكر جمع المذكر وفقا للسؤال جماعة الذكور. طيب ثانيا ننتبه إلى التغيير الثاني بروبهان كدوة يهمل لأنه الفعل في هذا السياق أو في هذا الصدد نحاول أن نركز على الكلمة التي لابد أن نغيرها مثل الأسماء والأفعال والضمائر. يا أيمن kita perhatikan asma isim ya summa af'al alright okay jayyid wad dhamair okay dhamair hasanan thalatha anasir isim fi'al dhamair ya nabhas fi al jumla idha najid al isim huna al muhandis najid al fi'la huna yuhmil wa naqum bi tasrif aw bi taghyirha yuhmil مفرد مذكر يهملان مثنى مذكر يهملون جمع مذكر أو جماعة الذكور والإجابة تقول الإجابة إن المهندسون لم يهملون العمل لأننا اخترنا المهندسين واخترنا يهملين أو يهملون عفوا. طيب هل حصل الطالب على الدرجة كاملة في هذا الصدد؟ ممكن لا يا أستاذة ممكن لا إجابة ممتازة لأن الاسم الذي يقع بعد إن لابد أن نغير حسب الإعراب أو حسب موقع الجملة نقول إن المهندسون قولا غير صحيح ونقول لم يهملون كذلك قول أو كتابة غير صحيحة نقول إن مهندسين إن مهندسين انتبهوا معنا في هذا السياق سو هاتي هاتي أنا عندما رأيتم أو عندما ترون إن لاحظوا أو ضعوا في ذهنكم أنها لابد أن يكون هناك التغييرات. طيب المهندسين لم عفوا لم يهملوا يهملوا ليست يهملون ثم ننتقل إلى الشاشة التالية خاطب الطلاب خاطب الطلاب. طيب الطلاب من أي نوع؟ من جماعة الذكور كذلك إذن ونغير ما يلزم اجتهدي هذا السياق هو السياق مفرد مؤنث أو مفردة مؤنثة الفعل انتبهوا قلنا أن الأشياء التي ستتغير هي الأسماء والأفعال والضمائر. طيب وهذه هي الفعل وهذا هو الفعل كذلك. طيب نقوم بالتصريف اجتهدي اجتهد نختار الطلاب يعني جماعة الذكور اجتهد اجتهدا للمثنى المذكر واجتهدوا لجمع المذكر ثم ثانيا لا تهمل اضع الحركات لا تهمل لا تهمل للمفرد مذكر لا تهملا للمثنى مذكر لا تهملوا للجمع المذكر انتبهوا كذلك الطلبة دائما يخطئون في اختيار التصريف الجيد كتبوا دائما كتبوا اجتهدون هذا ليس صحيح لأن فعل الأمر لا يحتاج إلى النون النون يخصص للإسم. طيب ولا تهملوا إجابة صحيحة والإجابة اجتهدوا
في الدرس ولا تهملوا في العبادة. طيب عندك سؤال؟ لا ليس هناك سؤال. لأن في موجود نون في آخر الكلمة ولازم حذف نون. حذف النون. حذف النون. لأن هذا هو الفعل ليس الاسم. الطلاب دائما حائرون بين النون الاسم وهناك ليس النون في الفعل. طيب ثم نأتي إلى السؤال ب. السؤال ب. سؤال ب السؤال الثاني لقسم أليف. كون ما يأتي في جمل مفيدة. تكوين جمل. طيب ماذا سنفعل حينما نقرأ هذا السؤال؟ كون جملا. أولا نقرأ السؤال. جملة فيها نائب فاعل ونعين أو نحاول أن نحدد kita cuba tentukan makna al-jumlah. Jumlah apa yang perlukan naib fa'il? Labudda an takun jumlatan fi'aliyatan. Sanian, jumlah fiha maf'ul bih, kadhalik jumlah fi'aliyah. Salisan, jumlah fiha uslub ta'ajjub. Ma ajmala hazihil halaqa. Izan, nuhayyin atau nu'ayyin jumlah ismiyah. وكذلك إلى السؤال الأخير. نحاول kita mula-mula kita tentukan dulu dia nak guna jumlah apa. هذه الشاشة نريكم الإجابة لهذا السؤال للنماذج السؤال ب. طيب جملة فيها نائب فاعل كتبنا فتح ولكن القراءة ليست فتح فتح. So, pesanan kepada student, tak payahlah tolong letak baris. Sebab kadang-kadang dia letak apa? Fataha. Fataha. Soal matlub. Naib fa'il. Naib fa'il. Naqra futiha. Futiha al-bab. Maf'ulun bih mansub bil-ya. Qabala rajulu al-muslimaini. لأن الاسم الذي ينصب بالياء هو الاسم المثنى. إذن الإجابة المسلمين وليست المسلمان أو مسلمة. هناك بعض الطلبة لا ينتبه إلى الياء. Ada pelajar dia tak tengok dia tak tengok ياء ni. Dia tengok maf'ulun bih. Maf'ulun bih faqat. وأحيانا كتب قابل الرجل ال muslima. Naam fihi maf'ulun bih wa laysat maf'ulun bih mansub bil ya wa innama maf'ulun bih mansub bil fathah. Oh, bil fathah. Okey. Al matlub mansub bil ya. Bil ya. Baik. Soal salis jumlah fiha uslub at ta'ajjub. Soal basit. Ma ajmala as-sama. ما أحسن البيت ما أروع المذيع ما أجمل المعلم ما أجمل المعلم شكرا جملة فيها عدد ومعدود العدد والمعدود أين العدد؟ اشترينا 5 أقلام العدد هو 5 وأقلام هو المعدود وخمسا جملة فيها مضاف مرفوع مضاف مرفوع نلاحظ المضاف هو الطالب مضاف إليه هو العلمي وأصبح الإجابة أصبحت إجابة طالب العلم صالح صالح. طيب هذا السؤال ب. نأتي إلى السؤال ج. سؤال جيم هذا هو السؤال الصعب. لماذا؟ لأنه يتمحور حول الصرف. Bak kena bagi contoh tu dah. Ya, dah. Contoh satu Okay. Satu lagi الصرف. Okey, kebanyakan kita sangat takut dengan صرف Okey. Baik. Hati misalan, okey?
Contoh, saya ni contoh. Ini semua contoh ya. Contoh. Baik. Summa dha'hu fi jumalin mufidatin. Baik. Hazi hiya al jumlah. Kulluha jumlah. Nampak ya? Nampak ya, Arman? Kita perlukan berapa kolom? Mithal. Okay, qa'imatan. Dua kolom. Satu mithal, satu lagi jumlah untuk mufidah. Jumlah. Baik. Al-awzan, hati misalan lil-awzan. Hadir lil-awzan. Fa'ala, fa'ala, nada' syaraka, au qabala, au syahada. Kalau Ustazah ya, Ustazah suka jawab kat sini dulu. Oh. Untuk dapat berapa markah? 5 markah. Okay? Oh, ini saja 5 markah? Ini saja 5 markah. Mm-hmm. Okey, 5 markah. Lah. Biasa kita bagi macam itulah. Ya? Baik, fa'ala syaraka, fa'ala daraba, tafa'ala, takallama, ifta'alat, ijtama'at, yastaf'ilna, oh, silap ya, yastaf'ilna, yastakhdimna. Mm. Fahadhi hiya jumlah. شارك هو الفعل الطلاب هو الفاعل في المسابقة جار ومجرور okay. إذن الجملة أصبحت جملة مفيدة okay. أدي بلجاية هناك الطالب يكتب شارك الطلاب هكذا يكتب ديت ليه متمني الجملة ليست جملة مفيدة oh. إذن لا نعطي الدرجة لهذه الإجابة. ثانياً، درب الفعل من درب المدرب اللاعب الفعل والفاعل والمفعول إلى آخره. طيب كذلك سؤال جيم نفس السؤال اجعل ما يأتي اسماً فاعلاً اسم فاعل أسلم مسلم درجة واحدة يتعلمون متعلمون درجة واحدة تستخدم مستخدمة درجة واحدة so sini saja kita dah dapat berapa 3 markah ya baik perhatikan sini dia bagi ta ta tadullu ala annaha muannatha dan sini akan jadi mustakhdimah ada pelajar dia tak tengok ta ni dia terus buat مستخدم هذا خطير ني بعير يا alright الجملة حضر المسلم إلى الندوة جملة مفيدة صحيحة المتعلمون ناجحون جملة مفيدة كتبت المستخدمة الرسالة جملة صحيحة كاملة ممتازة طيب Jadi ini untuk ketiga-tiga kisim. Kisim alif, kisim ba dan kisim jim. Jim. Baik Ustazah. Jadi kita jelas bahawa poin yang Ustazah sebut tadi jangan bubuh baris, jangan rajin-rajin bubuh baris. Bila bubuh baris nanti takut silap Ustazah. Li'anna su'al la yatlub minna al-harakat. Ya? Okey. Okey, baik Ustazah. Dan kita nak berehat seketika Ustazah dan kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi tips yang akan dikongsikan oleh Ustazah. Ibu Kumana fi Barnami Story Ilan Najah SPM Ishrin Wahid Wa Ishrin. KPM. Alhamdulillah kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Saya suka Ustazah. Ini untuk kisimba ni mutolaah. Baik, abang kata Ustazah ini di antara kegemaran pelajar juga, kegemaran murid-murid kita. Nah, okey, baik Ustazah. Apa yang menarik untuk kisimba ini? طيب نلتقي من جديد في هذه الحلقه وقسم ب السؤال يخصص للمطالعه قسم ب للمطالعه والدرجات التي تحدد لهذا القسم هو 35 35 درجه طيب ما هي المحتويات في هذا القسم ابو دي punya kandungan ya قسم ب المطالعه يحتوي على قطعه المطالعه potongan teks طيب الاستيعاب والفهم والمرادفات الأضداد استخراج من النص ماذا سنستخرج من النص نستخرج النحو والصرف العناصر النحوية والصرفية والفعل التعبيري وكذلك التراكيب اللغوية kita keluarkan nahwunya, sarafnya, fa'al ta'birinya, tarkibnya daripada teks. Baik,
ورقم 1 2 3 4 5 الإعراب، الإعراب، وسادسا الضبط والتشكيل. الضبط والتشكيل ني بس ملايو تاك داه apa ni tanda ke berbaring ataupun berbaring نضع الشكل والحركات على الكلمه. طيب واخيرا استخراج ثلاثه افكار رئيسه من المطالعه او من القطعه. Kita keluarkan tiga isi dari teks. طيب لنتامل الى النمط الاول. النمط الاول اقرا القطعه الاتيه ثم اجب الاسئله التي تليها. Ini soalan استيعابيه. كفهمان ماذا يقول السؤال؟ السؤال يسال الطالب او يسال الطلاب ماذا سنفعل إذا أردنا أن نعيش حياة صحية. طيب نقرأ القطعة أولا. فإذا أردنا أن نعيش بصحة جيدة علينا أن نحافظ على النظام الغذائي والأنشطة اليومية. تقول القطعة علينا أن نحافظ على النظام الغذائي حينما نريد أن نعيش بصحة جيدة. طيب السؤال إذا أردنا أن نعيش حياة صحية نبحث في القطعة ونلتقي بهذه الكلمة أن نعيش بصحة جيدة. طيب إذا كفريش دي كفريش دي منطقة دي كواسان جوابان دو حول هذه السطر او الاسطر دي سكتر باريس ini. Oh boleh boleh ambil kat dalam tu. Masya-Allah. Nampak. Kita bukan ambil wa innama nafham. Oh baik. Ambil-ambil itu khatir, bahaya. Sebab takut salah lah طيب اذا ما هي الاجابه؟ نحن نرى كلمه نعيش بصحه موجوده في السؤال ونعتقد ان الاجابه تقع في هذا السطر. الإجابة هي هاي ما نبتدى. فإذا أردنا أن نعيش بصحة جيدة علينا أن نحافظ على النظام الغذائي والأنشطة اليومية. قراءة ممتازة. الحمد لله. ولكني لا أستطيع أن أعطيك درجة كاملة. لماذا يا أستاذ؟ لماذا؟ لأنك تنقل وتنسخ من النص حرفا بحرف. أوه. معناها أيمن sudah نسخ جملة ataupun sudah salin text. Okay. Fa pun ambil. Fa pun kita ambil. Ini dia ambil bukan faham. طيب ما هي الإجابة الصحيحة؟ إذا أردنا أن نعيش الحياة الصحية علينا أن نحافظ على النظام الغذائي والأنشطة اليومية. شكرا شكرا يا أيمن. أبو بيزا يا أستاذة. بيزا. فإذا أردنا يكتب في القطعة ديتوليس دالام تكس وإنما في السؤال نأخذ مقدمة الأسئلة. Kita ambil mukadimah soalan. Okey, kita bukan ambil dari teks. Okey, mukadimah yaqul atau mukadimah taqul iza aradna an na'isha hayatan sihhiyatan alaina an nuhafiz 'ala an-nizam al-ghidha'i wal anshita al-yawmiyah. Ijaba mumtaza nu'tikum darajatain. Oh, taklah susah sangat tu kan? Nampak. Yang penting faham. Ah, yes. Ah, okey, baik. Teks. Baik. Soalan ثاني. أذكر فائدتين من فوائد تناول فواكه والخضروات. Okay. فأين تقع هذا أو يقع هذا المحور؟ كمان التيمة سؤالني. Okay. نبحث نقرأ 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 ونصل إلى الفواكه والخضروات. طيب نضع العلامه. Kita letak tanda ke tanda. Yeah. Okey, tanda dia fawakih wal khadrawat. طيب الاجابه ناخذ من فائدتين الى الخضروات. طيب
فائدتين من فوائد تناول الاصناف من الفواكه والخضروات هما انهما تحميان الجسم و تمنعان عن الامراض. الشاشه بعيده عنك ما شاء الله. طيب فائدتين من فوائد تناول الاصناف. لا نبدا الجمله ب الجر والمجرور هكذا. فائدتين لان السؤال مكتوب فائدتين مفعول به وهنا مبتدا. اذا فائدتين الجمله ليست صحيحه والاصناف لا يوجد في السؤال. طيب وهذه هي الطريقه او تقنيات جيده. تقنية من تقنية جيدة. فائدتان نبدأ بالمبتدأ مرفوع بالألف. فائدتان من فوائد تناول الفواكه والخضروات. نالتا هما بون بولي تا نالتا بون تا بون تعدى مسألة. سنعطيكم درجتان إذا كنتم تستطيعوا أن تجيبوا مثل هذه الإجابة. طيب إجابة مثل. الجواباً ada dalam tu dah, cuma kena susun balik ya Zuzah. ليست susun وإنما نحاول أن نرتب. نرتب النحو والأفكار. نحو kena jaga, أفكار kena jaga. Okay. شكراً أيمن. عندك فكرة. ما شاء الله. طيب السؤال الثالث. للمطالعة. لماذا يجب علينا أن نمارس النشاط البدني بشكل منتظم؟ كي كنابو كنا بايتيس سكان هاري هاري سبوت هاري هاري. طيب السؤال لماذا؟ شكراً. نجد نجد كلمة النشاط البدني في السطر الأول. Baris pertama. Al-Nashat Al-Balani. Izan, inilah coverage dia. Line dia ada kat situ. Okay. Fi hazal sadat atau fi hazal itar, satakun hunaka al-ijabah. Dalam kawasan ni lah. Line dia ada kat sini. Okay. DG ke Maxis ke ada kat sini. Alright. Baik. Al-ijabah. Okay. Yajibu alaina an-numaris النشاط البدني بشكل منتظم لأنها تنشط العقل وتساعد على النوم إلى آخره. طيب لأنها تنشط العقل وتساعد على النوم بشكل أفضل وتقلل هذا الطالب جاوباً مجمنية سبنانية أخذت أو أخذوا من النص بصفة كاملة. دي أمبي ساتولوري دي أمبي. ساتولوري دي أمبي. أوكي. طيب إذا لا نعطيه أو لا نعطيهم درجة كاملة. كيتا تا باغي دي جو أبوني ماركا يان penuh. فول. Walaupun panjang. Walaupun panjang ya. الطويل ataupun ni tidak menunjukkan ketepatan ya. الإجابة المثلى. Ini dia jawapan yang tepat. Yajibu alaina an numarisa an-nashat al-badani bi syaklin muntazim li'annaha tunshitul aqla bla 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 ila afdal. Ya. Ila huna faqat yatilu aw tasilu al-ijaba. Taib. Nantabih kadhalik ila wazifah limaza. Kita juga fokus kepada fungsi limaza. Limaza yahtaj ila li'anna. إلى لأن بذلك نكتب لأنها أو لأنه أو لأن هاتياتي جمبو سجل لماذا نبحث في القطعة عن مفتاح لماذا. أوكي. Itu kunci dia. So semua soalan ada kunci dia. Maksudnya nampak لماذا fokus pada لأن tu. بالفهم. بالفهم. لابد بالفهم. أوكي. Right. طيب هذا فقط لي الأسئلة الاستيعابية سؤالك محمد. نأتي الآن إلى السؤال ب واجب عن المرادفات معاني الكلمات وأضداد الكلمات. طيب هاتي مرادفا للكلمات الآتية نعيش الكل يفهمون ماذا
يعني أو ماذا تعني بكلمة نعيش ونجيب نحيا أو لا يأتي الإجابة أو لا تأتي الكلمة نعيش نحيا وإنما نفكر أو العيش بمعنى عمرنا يطول ويطول إذن نكتب عمر أو عامرة هكذا يمكن أن تكون الإجابة طيب وكن حذرا لا تكتب نعيش لا نعيش saya buat tu dah waktu waktu exam tu saya buat macam ni paling sedar sekali لا تكررها tak boleh ustaz ممنوع ابدا ان تكتب نعيش لا نعيش ضروري ليس ضروري المفيده ليست مفيده خطا كانه حرام عليك ما شاء الله ضروري مهم مطلوب مفيده منفعه مثمره بامكانكم ان تكتبوا نعيش باستخدام كلمه ضد يا ايمن يا كتاب لي قلنا ضد في حاله الطارئه emergency tapi jangan biasakan diri ya ضد نعيش okay. lawan dia apa الحياه موت اوكي ضد الموت ضد الموت اوكي tapi ingat ya emergency jangan amalkan okey kalau semua ya اذا كان كل كلمه تضع ضروري ضده ليس ضروري هذا ليست صحيحه اوكي في حاله الطارئه ya sekiranya emergency طيب جيم جيم مثل باء افضل ya مضادها اسوا او ضد الاحسن وليست الإجابة ليس أفضل الإجابة خاطئة غير صحيحة الكثير القليل تبعد تقرب bagaimana kadang tak jumpa tu dah okey jadi tak jumpa tu salawat salawat اللهم صل على محمد okey طيب ماذا السؤال عن السؤال الدال عن ماذا عن الصرف او النحوي او التراكيب الصرف او النحوي او التراكيب طيب استخرج ما ياتي من النص المصدر على وزن مفاعل طيب نقرا دائما نقرا في قسم مطالعه فاذا اردنا نقرا ثم نصل في كلمه ممارسه طيب ممارسة هي مصدر على وزن مفاعلة طيب إجابة سليمة ثم اسم المفعول من الفعل الثلاثي اسم المفعول مفعول مفعول نقرأ نصل إلى مسرورين طيب وزن مفعول إجابة صحيحة الفعل التعبيري نبحث عن الفعل التعبيري نقرأ ونصل أو نلتقي بنحافظ على طيب ثم نقرأ نجد كلمة تساعد على إذن الإجابة هي للسؤال الأول ممارسة للسؤال الثاني نحافظ على للسؤال الثالث مسرورين نعطيكم كم؟ كم من درجات؟ ثلاثة على ثلاثة تيجا بر تيجا إجابة ممتازة جدا سؤال دكات بهجاني أنا أحبة الطلاب والطالبات كتكنا تأمل برهتي قراءة باتش ثم استرجاع القواعد استرجاع التراكيب استرجاع القواعد الصرفية kita kena ingat balik nahwu yang kita belajar saraf yang kita belajar tarakib yang kita belajar kita jumpa saja kita pun letakkan kita punya
Kita panggil apa ni Aiman? Tanda. Rabus. Rumus. Rumus. Alamak. Okay. Alamak. Kita terus letak. Okey. Baca-baca jumpa. Fi'il ta'biri. Tandakan. Baca-baca jumpa. Isabah. Masdar. Tandakan. Kita baca-baca. Kita jumpa apa lagi? Kita jumpa na'at. Okay. Ni na'at. Kita pun tandakan. Okey. So, untuk bahagian ini, senang dapat markah. Kena baca betul-betul, Ustazah. Wajib. Sebab kalau kita tahu kaedah, maknanya kita tahu untuk nak bulat yang mana. Contoh, okay. Contoh kalau soalan. Istakhrij mayati minan nas al-fi'lu mudari' mansub. Fi'il mudari' mansub. Kita start-start je. Fa'iza aradna fi'al madhi. An-na'isha. Mudari'. Okey, kita pun. Alright. Okey, yang ni kita tandakan apa? Al-Madi. Alright. Yang ni kita tandakan dia apa? Na'at. Alright. Yang ni kita tandakan apa tadi? Aiman? Fa'il. Ta'biri. Fa'il ta'biri. Mana lagi? Kita tandakan maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Yes. Kita tandakan apa lagi? Tunshitu. Fi'lun mudhari'. Okay. Ila akhirnya. Okey, baik Ustazah. Ini tips bagaimana nak mudah menjawab soalan ni, Ustazah. Yeah, yeah. Baik. Dan seterusnya Ustazah, untuk bahagian ba, ada lagi Ustazah yang boleh Ustazah kongsikan? Bahagian ba ya. Yang ini sebenarnya sangat mudah dapat markah. Tetapi anak-anak ataupun murid-murid ya, perlu berhati-hati dengan setiap kullu kalimah maujudah fi al-qit'ah. Sekullu kalimah alaina an naqum bitahlil. Kita kena analisis dia apa berdasarkan muqarrar yang kita belajar. Sama jugalah ya dengan soalan soalan ni sama juga. kita balik kepada semua muqarrar, semua tajuk, semua silibus. Nahukah, sarafkah, tarkib lughawikah, tarkib nahukah? Semua sekali kita kena istirja, kena ulang kaji. Ustazah, adakah petikan tu memang daripada buku teks saja ke ataupun diambil pada luar? Allahu a'lam. Oh, Allahu a'lam. Baik, itu jawapan yang baik. Ini kita pun tak tahu Tapi hasab al-muqarrar. Kita ada tema tema-tema dalam sukatan yang semua orang dah belajar. Baru nak korek rahsia. Okey, baik. Arif. Baik para penonton, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Tariq Ilan Najah SPM Ishrin Wahid Wa Ishrin. TV KPM. Ahlan wa sahlan fi barnamish Tariq Ilan Najah SPM Ishrin Wahid Wa Ishrin. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita bersama dengan Ustazah Aina Sabariah Mat Isa. Baik Ustazah. Kalau Ustazah ni terkenal dengan Ustazah yang Ustazah Game. Betul Ustazah? Ustazah Game. Fi hadzal marra la tujadu lu'bah. Okey. Baik Ustazah, tapi sekarang ni kita sampai segmen i'rab lah Ustazah. Yang ni kadang-kadang dia blank sikit kadang-kadang. Tapi sebenarnya kita ada teknik yang kita akan belajar dengan Ustazah. Silakan. Okey. Syukran Aiman. Ahibati at-tullab wa at-talibat. Taib, qism al-i'rab atau as-su'al 'ani i'rab a'ribil kalimat allati tahtaha khat i'raban kamilan. Ya. I'rab ni kena kamil, syamil, tam. Mesti sempurna. Bukan sikit-sikit i'rab. Soal, فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَعِيشَ بِصِحَّةٍ جَيِّدَةٍ نَطْلُبْ أَوْ يُطْلَبْ مِنْكُمْ i'rab kalima jayyida naqra awalan أَنْ نَعِيشَ بِصِحْبِ بِ Ustazah dah beritahu kalau حينما يدخل أو تدخل بي bila بي dah masuk dalam jumlah ada banyak orang yang akan terpengaruh, banyak kalimah akan terjejas. بصحةٍ جيدةٍ. طيب كيف نقوم بإعراب هذه الكلمة؟ macam mana kita nak i'rab جيدةٍ؟ okay, teknik dia na'at mauqi' mauqi' satu markah mauqi'. Biasa kat sekolah kita bagi satu markah lah ya. Satu markah. Okay. Satu markah. طيب darajah wahidah majrur majrur hukmu hukum majrur mansub ma marfu' majzum. طيب nisfu darajah setengah markah bil kasrah
Al-kasrah hiya alamah. Ni alamat dia. Ini alamat. Alright. Nisfu darajah. Baik. Idan darajah kamilah hiya darajatan. Okay. Satu, setengah, setengah. Baik. Kaif kan iza al-mawqi' sahih wal-hukm sahih ولكن العلامة خاطئة غير صحيحة نعطيكم درجة kita tetap bagi markah ikut segmen dia na'at majrur bil-fathah علامة غير صحيحة إذن لا نعطي درجة لهذا القسم ثم na'at منصوب بالفتحه na'at موقع درجة واحدة منصوب غير صحيح بالفتحة غير صحيح وجيدة مضاف إليه خطأ 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 طيب tapi kalau ustazah dia punya kedudukan salah tapi hukum betul macam mana ustazah kedudukan salah hukum betul kira mak dia salah lah mak dia salah okey kalau mak dia salah anak-anak pun kita berikan dia punya ganjaran yang tak berapa baiklah kan okey baik faham طيب ثم السؤال واو السؤال واو اضبط الكلمات نضع الحركات باريس كان كلمات في التي تحت خط بالشكل التام ini pun sama شكل dia mesti tam mesti sempurna okey نعيش اليوميه حسن الجسم هذه هي الطريقه المثلى inilah teknik terbaik jawapan terbaik طيب mana jawapan yang tak terbaik kita tengok ya Aiman, macam mana dia baris? Nun tak ada baris, Ain tak ada baris, Ya tak ada baris, dia baris ke ujung je. Ya lil khasara. Rugi ke tak rugi? Rugi saja. Rugilah kan? Sebab dia tahu pun, tapi dia tak baca soalan. Alright. Al yaumiya, berapa dia baris? 1 2 ya, wahid nin talas 4 5 5. Tapi sini dia tinggal sikit je. Okey. Sama juga حسنو كي ضبط حسن ليست صحيحة الجسم perhatikan جسم baris-baris ujung je tinggal okey dekat ujung ni sepatutnya jisma dia tak bariskan jadi do's and don'ts okey المسموح هنا وغير مسموح هنا ممنوع هنا do's and don't yeah? طيب والسؤال الأخير زي زاي استخراج أفكار رئيسة. ini ustazah rasa zaman Aiman dulu tak ada. Tak ada lagi lah. Zaman ustazah pun rasa macam tak ada. Ini format baru. Macam mana kita nak pemikiran. Memaham. Oh, memaham. Mengambil intipati. Okay. Afkar Raisa. Baik. Tekniat. Listi'ab. Hada soal. Teknik dia. Awalan. Labudda minal qira'ah. Kullu syai' يبدأ بالقراءة تركيز على صلب الموضوع القطعة عن ماذا ceritatu tentang apa صلب ini bukan tulang sulbi sulbi ini maknanya dipanggil apa Aiman asas asas dia yes tadwin afkar raisa kita tikkan kita punya fikrah penting tajannub tikrar don't repeat oh bahasa Inggeris lah sorry tajannub al tikrar jangan ulang isi yang sama. Baik. Ustazah masih gunakan perenggan yang sama. Okey. So fikrah ula. Fikrah ula. Okey. An maza hazil qit'ah? Kita cari dulu. Kita faham dulu. Qit'ah ni an maza? Pasal tentang apa? Apa? Tentang apa Aiman? Okey, berkaitan dengan alamak ustazah. Bagaimana kita nak apa makanan ni fawakih hadrawat? Boleh terima ke ustazah? Boleh. Sangat boleh eh. So di sini as-sulb at-tarkiz wa kaifa sana'ish bi sihhatin jayyidah. Okey, macam mana nak hidup dengan sihat? Ya, yeah, corona ni eh. So yang pertama dia kata an-nizam al-ghizai, anshitah al-yawmiyah. Okey. Ini isi pertama. Tengok eh. Lihat. Okey. Isi satu. Al-insanu alladhi yatamanna an yahya. Perhatikan ya, ahibbati at-talaba. Perhatikan. Ta'ammalu ma'i. Nughayir
kalimah na'ish, kita dah tukar perkataan na'ish bi kalimah Yahya. Yahya. Baik. Wa nughayyir kalimah jayyida bi kalimah tayyib. Tayyibah. Wa nughayyir kalimah nuhafiz ala bi kalimah al-ihtimam bi. Idzan hunaka thalas taghyirat. Ada tiga perubahan yang kita buat ya untuk kita collect ataupun kita jama' markah. Untuk kita kumpul markah. So, jadilah isi dia sebegitu eh. Baik. Yang kedua, tanawul fawakih wal khadrawat. Macam Aiman sebut tadilah. Kaifa sana'ish hayatan sahiyah. Macam mana nak hidup sihat? Okey, kita mesti makan makanan dan sayuran. Alright, baik eh. Akhzu tanawul ke nadha' kalimah akhzu. Perhatikan eh. Perhatikan. Alright. Al fawakih wal khadrawat hiya. Yang tu. Alright. Tuhafiz ala al-jismi wa tub'idul amrad mislu saratan was sukari. Perhatikan ya anak-anak, ada banyak penyakit dia bagi. Dia bagi saratan. Kanser. Yu'tikum al-qalb jantung. Yu'tikum awiyah damawiyah, saluran darah, sumna, obesiti, sukari. Sukari, Aiman? Kencing manis. Diabetes. Kencing manis. Pandailah Aiman. Ya. Alright, kita tak payahlah ambil semua. Kita ambillah berapa? Dua satu je. Atau dua. Oh. Alright. Sebagai contoh. So, isi ke dua. Isi tiga. Isi tiga, eh? Kita perhatikan. Mumarasah an-nashat al-badani. Riyadah al-badaniyah. Ustazah letakkan an-nashat ini sebagai riyadah al-badaniyah. Baik. Eh? Bishaklin muntazim, kita letak kulliyaw. Kulliyaw. Alright. Dan jadilah jawapan dia sebegini. Riyadah al-badaniyah fi kulliyaw. Bla 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 bla. Sampailah bishaklin afdal. Bishaklin ahsan. Idzan hakadha sanujibu au kaifiyat au tiqniyat li as-saitara au liktisab ala darajat kamila fi hadha al-qism. Berapa markah ni Ustazah? 6 darajat. InsyaAllah kita dapat markah penuh bila kita ikut tips yang diberikan oleh Ustazah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Aina. Seronok kita dapat banyak tips pada hari ini. Dan murid-murid jangan lupa buat latihan di rumah untuk mendapat SPM yang cemerlang. Kita berakhir di sini. Tariq Ilan Najah, SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.